تبدأ بتسليم وحدات سكني مشروع سيتي إيدج الأبراج الشاطئية الأستاذ حسن صلاح. الأستاذ مجدي عبد المعبود عبد العزيز. الأستاذ فاضل السباعي الشناوي. السيدة إينال زكريا أحمد. السيد إينال زكريا أحمد عفوا. الأستاذ هشام رأفت فتحي. الأستاذ محمد عبد القادر. ومشروع سكن مصر الأستاذ إبراهيم يوسف السيد قاسم. الأستاذ منصور مصطفى منصور. الأستاذ محمد الصادق إبراهيم السيد. الأستاذ محمد مصطفى إبراهيم طه. ومشروع مازارين السيد شاهين خليفة عطية ويتسلم عنه قرينته. الأستاذ عبد القادر أحمد حامد. الأستاذ أشرف أحمد عبد الحكيم. الأستاذ إبراهيم رمزي الشركة السعودية. الأستاذ سعيد جيد فام الشركة السعودية. الأستاذ إيهاب أنور عبدو الشركة السعودية. الأستاذ محمد فريد عبد الحليم سيد سيتي إيدج داون تاون. الأستاذ سيد أحمد الهنداوي سيتي إيدج داون تاون.
الأستاذ محمد أمين سيتي إدج داون تاون. وأخيراً السيدة ليلى يقوت أحمد عابر مشروع أبراج سيتي إدج.